كثير بحبها أنا ومحبوبة وخفيفة. هي لمقطعين منها فيها دلع فيها غنج، أوكي حتكون غير الرقصات الثانية شوي فيها حركة زيادة. المقطع الأول حبلش أنا حأمشي سايد خصر اثنين مع الهز أو من دون هز إذا صعب عليكي، بس الخطوات ترتيب خطواتي هي قبل هي وبمشي فيها أنا مع الهز 1 2 go up 3 4 هي بالنص برجع 1 2 3 4. هي سهلة بمشي شمال بوقف مهز يمين بوقف هز بفتح. انا بدي افتح بدي اعمل تقطيع فتح، ما كل شوي بسكر رجلي او برفع كعبي، لا رجلي بالارض عم بعمل 1 2 3 4 5 او 4 الاحرى 4 1 2. بركز عليها شوي وبحني ظهري وعم هز انا بخصري وانتبهوا على ظهرك. هذا المقطع الاول فيها سهل وخفيف، جربوا كثير عشان تظبطي. المقطع الثاني انا قبلها ما بعطيتكم الاكس، هي بس هي 3 اكس، مش هترجع لك ستريت 1 لورا وراها بطل 2 وراها بطل الثالثه جنبها هز وفيها بوش بقفا، يا اما بتنطي او بتضلي محك. عيد 1 2 3 فيها هز وجمب. فينا نعمل اول مقطع نط وجمب مثلا، او فينا نعمل بالصدر مع الهز الخصب بالكتاف، سوري يعني 1 2 3 كتاف سرقه بصدرنا 1 2 3 كتاف سرقه الاول، انت بتختار بس مشان ما تتكرر حركه كثير. المقطع الثاني Y te creo que se le queda.